رح نبدي برنامجنا اليوم بتحضير تبسي الباذنجان والفطر. عندنا هنا باذنجانة كبيرة بالحجم كلش، قصيناها على شكل حلقات تقريبا هاف ان انش. رح نملح كل سلايس من الباذنجان، كل مثل ما نسوي كل مرة. طبعا هاي طريقة حتى تخلينا نتخلص من كل المرارة اللي بالباذنجان. المحلول مالته كله رح يطلع and it's gonna be sweet and concentrated. صراحة نترك حلقات الباذنجان ويا الملح لمدة تقريبا 15 إلى 20 دقيقة. نفس الوقت على المدى ننتظر على الباذنجان حتى نتخلص من المرارة مالته، عندنا هنا أربعة بوتيتا تقريبا medium size راح نقشرها. ورا ما قشرنا البوتيتا طبعا غسلناها ونشفناها، راح نقصها على شكل حلقات تقريبا فخن حلقات الباذنجان حتى تكون كلها تقريبا نفس الفخن. راح نبرش حلقات البوتيتا ويا زيت الزيتون. راح نشويها بالفرن، بس اذا يعجبكم تقلوها ديب فراي، يو كان دو ذات تو. بس كل ما نحاول ان نتخلص من اشياء اللي تكون ديب فرايد تطلع نفس الطعم، تطلع طبعا اكثر صحيه، نقدر نشويها بالفرن. افضل بانه تنشوي بالفرن عن ديب فراي. راح نشوي البوتيتا بالفرن، حمينا الفرن 450، راح نشويها لمدة 20 إلى 25 دقيقة. بقينا الباذنجان حلقات الباذنجان ويا الملح تقريبا 15 دقيقة. هسه راح نخليها على بيبر تاول حتى نتخلص من كل المحلول والملح اللي متبقي بحلقات الباذنجان. حاول نتخلص من كمية ممكنة من المحلول مالته حتى تكون يابسة زين. بيرفكت، شوفوا ايش قد مي طلع من عندها. تخلصنا من الملح، هسه راح نبرش الجهتين بزيت الزيتون وراح نخليها بصينية حتى نحضرها للشوي. نفس الشيء مثل البوتيتا، اذا عجبكم تسووها ديب فراي تقلوها قلي، تقدرون تسوون قلي. فكت راح نشوي باذنجان بالفرن 450 فارنهايت لمده 25 دقيقه الى 30 دقيقه الى ان ينضج. هسه راح نحضر صوص الطماطة اللي راح نطبخ فيه التبسي. طبعا الباذنجان والبوتيتا اثنين من بعضهم بالاوفن دي ينطبخون. فهنا راح احتاج بصلة كبيرة بالحجم، راح نفرم البصلة هسه راح نخلي قليل من زيت الزيتون، مقلات كبيرة مثل هذه تقريبا 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون. زيت حمى راح نخلي البصل، نحركه ونخليه يتحمس لمدة 3 إلى 4 دقائق إلى أن يلين. لهذا راح نحتاج 4 إلى 5 فصوص ثوم طبعا حسب الحجم مالته، حسب انتو يعجبكم تخلون ثوم همينة. إذا تريدون تقللون كمية البصل أو الثوم طبعا مو في شي غلط، إذا ما يعجبكم يكون طعمه كلش طالع أو ما تريدون تستعملون كمية هواية من عنده تقدرون تقللون الكمية. نفرم الثوم ناعم،
نضيف الثوم فوق البصل، نكمل طبخة لمدة دقيقة لخ الصور يكون حاضر. هنا أنا عندي 1 pound of mushroom اللي طبعا it's sliced، قصيناه على شكل شرايح، راح نضيفه للبصل، نحرك ونطبخه إلى أن يلين، راح يطول تقريبا 4 إلى 5 دقائق إلى أن يلين. المشروم صار لين، صار حاضر إياه، نطبخ زين، ما بدنا نطبخه أكثر من هذا. راح نخلي هنا عندنا علبة طماطم تكون مقطعة ويا الصوص، طبعا أي براند نيم اللي يعجبكم هذا يكون موجود بكروجر، عندهم أنواع مختلفة كلش، تقدرون تختارون أي براند نيم اللي يعجبكم. راح نضيفه ونخلي نص ملعقة كوب شكر، هذا راح يكون بالانس ذا السويتنس فور ذا صوص. راح طبعا نخلي ملح وفلفل اسود، راح نتركه حتى ينطبخ. نشيك الصوص، smells so so good beautiful، شوفون شلون تخن المحلول كله، انصار صوص تخين كلش حاضر. راح نطفي الفرن ونتركه حتى يبرد شوية. هسه راح نحضر الصوص اللي راح نخليه فوق الطبقات كلها قبل ما نطبخ التبسي بالفرن. سو هذا راح نحتاج، راح يكون صوص ابيض وثخين، راح نحتاج ان نحمي 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون. اذا يعجبكم تستعملون زبد، تقدرون تستعملون زبد تمينه، طبعا دائما باكثر الاوقات لعمل الصوص الابيض دائما يستعملون الزبد ويا الطحين، بس نحاول احنا قدر الامكان ان نحاول نستعمل زيت الزيتون او اي دهن اخر عدا الزبد حتى يكون اكثر صحي. سول هذا راح نخلي 1/3 كوب طحين، الحين راح يثخن الصوص وراح ينطينا هذا الصوص الابيض اللي راح نستعمله فوق التبسي. راح نحرك باستمرار الى ان يصير مثل العجين تقريبا، بس ما نريد نحرقه، ما نريد نخليه تقريبا مو اكثر من دقيقه واحده. شوفوا شلون صار الطحين والزيت very smooth. لهذا راح نضيف 2 كوب حليب، راح نستمر بالخفق الى ان يثخن. كل السهل تحضير هذا الصوص الابيض، ويستعمل عدة وجبات تقريبا، عدة وصفات بالاحرى، إذا عندكم معكروني، إذا يكون عندكم تستعملون فتتشيني، this is how you make the sauce. شوفون الصوص اللي هو طبعا خليط من الحليب والطحين والزيت، دخن كل الزيت، راح نطفي الحرارة ونتركه لمدة 2 دقائق حتى يبرد شوية قبل ما نضيف البيض وجبن البرمجان. نشيك على البوتيتا، طبعا صار لها 20 دقيقة بتنطبخ، شوفونها beautiful and it looks so brown and golden and it's beautiful. نخليها حتى تبرد لمدة 1 إلى 2 دقائق إلى نستعملها للتبسي. راح نشيك على الباذنجان، looks beautiful nice and soft، مريدة ينطبخ أكثر من هذا حتى لين ينهرس كلش، لأنه راح نكمل طبخة بالفرن ويا التبسي كله. راح نخليه مدة 2 إلى 3 دقائق حتى يبرد. لتكملة الصوص الأبيض راح نخلي 1 كوب من جبن البرمجان، طبعا اللي مفروم ناعم كلش،
نحاول نحركه حتى ينخبط زين. ويا هذا راح نخليه بيضة واحدة مخفوقة. البيضة راح تساعد حتى تسخن الصوص وراح تنطي نكهة مختلفة كلش. نايس لوكينج صوص. لأنه كنا راح نخلي البيضة طبعا بي خليناه حتى يبرد شوية حتى لا ينطبخ البيض أول ما نخليه. So that's why we have to leave it for few minutes to cool off. بيرفكت. هنخليه على صفحة الحين نستعمل. بس راح نحضر التبسي. فهنا أنا طبعا عندنا صوص. أول شي راح نخلي ثلث كمية الصوص بناء مثل هذا. طبعا هذا التبسية اللي راح طبعا نطبخه بي. So you want to make sure it's something that goes in the oven. Okay, perfect. راح نصوف حلقات البوتيتو بالتساوي over the sauce. لهذا راح نضيف طبقة أخرى من الصوص اللي هي الثلث الثاني. نوزعها بالتساوي فوق حلقات البوتيتو المشوية. راح نصف حلقات الباذنجان فوق الصوص. بس راح نخلي الصوص المتبقي الثلث الأخير. قسمنا الصوص مالتنا ثلاثة أقسام. سو خلينا قسم واحد أسفل الإناء وخلينا طبعا القسمين الاخرين بين فوق البوتيتو وفوق الباذنجان. نوزعها بالتساوي. بس اخر شي راح نخلي الصوص الابيض. بيوتيفول صوص. الجبن راح تنطي طعم كلش شارب. راح ينطي طعم كلش يختلف طبعا. بنخلي جبن البارميجان. تشوفون ما خلينا اي ملح بالصوص لانه الجبن يكون ملح والصوص الباقي كان به ملح. سو نحاول ان نتقيد من كميات الملح اللي بنستعملها دائما. راح نوزع الصوص بالتساوي فوق الفيجيتابلز كلها. حمينا الفرن الى 350 فارنهايت. راح نطبخ التبسي بالفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة. التبسي صار له بالفرن دا ينطبخ تقريبا 35 دقيقة. أنا طبعا ريحته ترست المطبخ كله. شوفوا منبر شلون حلو. Looks so so beautiful. And it's going to be so tasteful too. Love it.